بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن مرحبا مجددا بطلبة تخصص القانون بالمملكة المغربية. إن شاء الله سنتحدث في هذا الشريط حول مباراة القياد، يعني التي يعني تم الإعلان عنها مؤخرا، ونخص بالذكر يعني المواضيع التي يعني يجب الاطلاع عليها من أجل الاستعداد لهذه أو لاجتياز هذه المباراة. جيد، إذن بحال جميع المباريات، من أجل يعني الاجتياز لأي مباراة لابد من الطالب أنه يختبر من أو يمر من 3 ديال الاختبارات. غالبا كيكون اختبار كتابي، اختبار شفوي، واختبار بسيكو تقني. وطبعا كل اختبار من هذه الاختبارات عنده خصوصية، عنده طريقة استعداد يعني مختلفة عن الاختبار الآخر. ونفس الشيء بالنسبة لمباراة القياد، فالاختبارات المعنية بهذه المباراة كان اختبار كتابي، اختبار شفوي، وأيضا اختبار بسيكو تقني. فشنو الخصوصيات ديال كل اختبار من هاد الاختبارات؟ هادشي ان شاء الله اللي غنحاولوا نوقفوا عليه من خلال هاد الشريط. اولا بالنسبه للاختبار الكتابي، ف يعني بالرجوع للتوصيف كيبان لينا انه كيشمل يعني 3 ديال المستويات ولا 3 ديال الامتحانات. الامتحان الاول المتعلق بموضوع عام باللغه العربيه، يعني بالاساس كيتجلى في الاختبار في مجالات الحكامة الترابية والتنمية الجهوية والإدارة الإلكترونية. وأيضا الموضوع الثاني فهو موضوع عام باللغة الأجنبية، اللغة الفرنسية، حول المستجدات القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية. وأيضا كآخر اختبار دائما في إطار الاختبار الكتابي عندنا امتحان QCM. هذا QCM كيتعلق بالأساس حول الثقافة العامة، يعني كيكونوا أسئلة ثقافة عامة وتاريخ المؤسسات الوطنية ومهام وزارة الداخلية. مزيان، نبدأ بالموضوع الأول يعني المتعلق بالموضوع العام. دائما في الاختبار الكتابي يعني كما كنلاحظوا في 3 ديال الأجزاء دائما في هذا السؤال، يعني فأولى في هذا الموضوع يلك موضوع عام باللغة العربية حول مجالات الحكامة الترابية أولا، ومجالات التنمية الجهوية ثانيا، ومجالات الإدارة الإلكترونية ثالثا. يعني شنو هما مثلا بعض النماذج ديال المواضيع اللي نقدر نوجد في هاد المجالات، سواء يعني في المجال الأول اللي هو الحكامة الترابية، ولا المجال ديال التنمية الجهوية، ولا مجال الإدارة الإلكترونية. فهنا حاولت نحط يعني بعض الأمثلة للمواضيع، وهي طبعا مواضيع اللي هي متشعبة متعددة، يعني الكثيرة هي المواضيع المرتبطة بهذه المجالات. فقد ما صفحتي عليها وقد ما قرأتي قد ما مزيان، أنا حاولت نعطي بعض الأمثلة فقط. مثلا في مجالات الحكامة الترابية كاين موضوع متطلبات الحكامة الترابية، موضوع الحكامة الترابية على مستوى الجماعات والجهات بين احترام القانون وتكريس النزاهة والشفافية، ثم الحكامة الترابية عبر التعاقد والتعاون اللامركزي، وقواعد الحكامة الجيدة في الجماعات الترابية، وغيرها من المواضيع. وفي مجال التنمية الجهوية مثلا مخطط التنمية الجهوية، آفاق التنمية الجهوية في المغرب، يعني وأيضا يعني التنمية المحلية بالمغرب من الجهوية الإدارية إلى الجهوية السياسية. وبخصوص يعني الموضوع الثالث أو المجال الثالث المرتبط بالإدارة الإلكترونية، مثلا يعني معنى هذه الإدارة الإلكترونية، خصوصية هذه الإدارة، شنو علاقة مبادئ الحكام الجيدة، وغيرها يعني من المواضيع. وبالنسبة للشق الثاني من الاختبار الكتابي المرتبط بالموضوع العام، القانونية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والبيئية، غالبا يعني كتكون موضوع يعني ذات طبيعة عامة، يعني يجب يعني احترام الأخذ بعين الاعتبار سلامة اللغة،
يعني تكون بسيطة مفهومة واضحة، يعني تجنب الأخطاء الإملائية. اللغة الفرنسية يعني تكون تبين على مستوى يعني جيد في مدى إتقان هذه اللغة. هذا يعني اللي كيتاخذ بعين الاعتبار بزاف الاختبارات الفرنسية، يعني غير تجنب الأخطاء الإملائية بكثرة، عندك الركاكة في التعبير. أما المواضيع يعني دائما كتكون يعني ذات طبيعة عامة، غالبا في المستجدات يعني كيف ما يعني داروا في التوصيف، غالبا كتكون مواضيع عامة، غالبا يعني المستجدات يعني في الساحة القانونية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية ولا السياسية ولا البيئية، يعني بمختلف المجالات، غير هي كتكون ذات طبيعة عامة. يعني واستحسن يعني الاطلاع على هذه المواضيع باش تكون يعني الصورة أكثر وضوحا. بالنسبة للاختبار يعني ال كيو سي ام، كيف ما يعني واضح أمامكم، كيكون غالبا يعني في إبراز تاريخ، كيكون أسئلة يعني حول تاريخ المؤسسات الدستورية الوطنية. أنا حاولت نجرد ولا نبين شنو هما المؤسسات، يعني ضروري خاص يكون واحد الاطلاع على الخصوصية ديال هاد المؤسسات، مثلا السلطات الثلاث التشريعية التنفيذية والقضائية، منها المجالس، المجلس الأعلى للحسابات، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأيضا هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، هيئات حكامة حقوق الإنسان، هيئات النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية. يعني هذا من جهة، وأيضا قد تكون يعني هذه الأسئلة كيو سي ام كتتعلق بمهام وزارة الداخلية، يعني ضروري الاطلاع على هذه المهام ولو بشكل يعني من أسئلة مرتبطة بهذا الإطار، زائد الأجهزة ديال هذه الوزارة، يعني الخصوصية بصفة عامة ديال هذه الوزارة هذه، من حيث يعني الأجهزة ولا التأليف ديالها، المهام ديالها ولا الأدوار المناطة بهذه الوزارة، وأيضا مهام القياد بطبيعة الحال. يعني ضروري مادام انت يعني كتجتاز يعني هذه المباراة، اكيد خاص تكون على دراية تامة بهذا المهام ديال القياد بصفة عامة. يعني ضروري يعني معرفة ايضا المهام المناطة بهذا الجهاز، حيث كتكون يعني محل اختبار كيو سي ام، سواء في الاختبار الكتابي ولا حتى في الاختبار الشفوي، يقدروا يسولكم حتى في الاختبار الشفوي، كيكونوا يعني أسئلة كيقدروا يسولوك يعني في هاد المهام هادو، يعني خاص تكون على دراية تامة بها. جيد، هذا كامل الشيء كامل من جهة. من جهة أخرى كنلقاو الاختبار الشفوي، يعني هاد الاختبار يعني كيكون بطبيعة الحال كتكون واحد اللجنة، غالبا كيكون فيها 4 ولا 5 الأعضاء، كيكونوا فيها السادة العمال، يعني بعض البشوات، ضروري يعني يكونوا حتى بعض الأجهزة التابعة يعني للوزارات الداخلية. هاد الامتحان الشفوي المعامل ديالو معامل 10، يعني غالبا كيتم يعني طرح بعض الأسئلة، سواء يعني في اختصاصات هاد الاختصاصات القائد يعني بصفة عامة، ولا اختصاصات ديال العامل، يعني الدافع من وراء يعني اجتياز المباراة. يعني أغلبية كتكون واحد الأسئلة عندها طابع تحليل، يعني يشوفك مدى التحليل ديالك، مدى ردود الأفعال ديالك يعني من دوك الأسئلة، ضروري كيردوا البال حتى مدى تمكنك من ولا عندك هذيك الملاكة ديال الإقناع، واش عندك ملاكة الإقناع ولا لا. يقدروا يعطيك مثلا شي موضوع ويدخلوا معك يعني في واحد النقاش مستفيض، باش يشوفوا يعني مدى التمكن ديالك من ديك من النقاش ومن التحليل، انك يعني ما كتستريساش. شي كامل كتخد يعني بعين الاعتبار في الاختبار الشفوي. اما بخصوص يعني الاختبار البسيكوتقني، فهو كيكون فيه حتى هو كيكون عباره عن كيو سي ام، واحد السيبيان كيكون فيه مجموعه من الاسئله يعني متعلقه يعني كيختبروا يعني كيفاش دوزتي الطفولة ديالك، المراهقة ولا مرحلة الشباب، كيختبروا يعني الجانب النفسي فيك، كيفاش داير حياتك الاجتماعية والعلاقات ديالك، المحيط الأسري ديالك واللي تنتمي ليه. يعني هادشي كامل كيكون يعني محط أسئلة في داك من بين هادوك 90 سؤال.
أو تاني كيكون المرحلة الثانية اللي كيكون يعني الاختبار أمام الطبيب النفسي. يعني كيتم واحد بحال واحد الاستجواب، واحد ديالوج بينك وبين داك الطبيب النفسي. كيسولك على حياتك الشخصية ولا على العمل ديالك، يعني كتشتغل شي عمل. يقدر عاوتاني يسولك على اختصاصات ديال القياد، مثلا يعني أسئلة اللي كتكون عامة ومختلفة. يعني توقع أي حاجة من الأسئلة اللي كتكون في يعني أي حاجة عندها علاقة بالنفسية ديالك يقدر يسولك الأسئلة. وفي هذا الاختبار يعني غالبا كتكون الأسئلة يعني باللغة الفرنسية، يعني كيبغيو يختبروا حتى مدى التمكن ديالك والثقة في النفس ديالك ولا الارتجالية ديالك في يعني مدى التمكن ديالك من هذه اللغة. فيقدر يسولك يعني باللغة الأجنبية، فهذا الشيء كامل يعني وارد وممكن. إذن هذا مكان بالنسبة لهذه المباراة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا ويوفقكم أجمعين إن شاء الله.